بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي، اليوم حلقة استثنائية تعد كارثة قانونية، وهي عن التقنين والتصالح. لقد ورد القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديله القانون 1 لسنة 2020، ولم يستطع أي منهما التفرقة بين التقنين والتصالح، وأحدث خلطا كارثيا بينهما، حيث تحدث عنهما كأنهما مترادفان لمعنى واحد. ولكن أعزائي، لا بد من التفريق بينهما لتحديد الإجراء القانوني لكل حالة على حدة، هل هي تقنين أم تصالح؟ ونوضح ذلك اليوم في التفريق بينهما، ليحدد المواطن موقفه القانوني والإجراء المناسب لحالته التي لا يستطيع القانون تحديدها. أولا، ورد في كل نصوص القانون 17 ل 2019 وتعديله 21-20 الحديث دائما عن التقنين والتصالح، تقنين وتقديم ملف التصالح، تقنين وضع اليد والتصالح. يعني أضافوا عبارة التقنين كمرادف للتصالح، على أن التصالح هو التقنين والتقنين هو التصالح. طبعا الحالة دي حالة خطيرة جدا، لأن لا التقنين هو التصالح ولا التصالح هو التقنين، ولا ده يعني ده ولا ده يعني ده، وكل واحد من الاتنين لهم اتجاه. ازاي؟ هنوضح كل حاجة، مش هنقول كلام عشوائي. انا هتكلم عن كل حاجة لوحدها واوضح لكم واقتنعوا بالصورة اللي انا بشرحها. التقنين مفهومه ايه؟ تغيير وضعك الحالي من اللا قانون الى القانون. مفهوم التقنين لفظيا وقانونا اللي انا بقوله، تغيير الوضع الحالي اللي انا فيه من اللا قانون الى قانون، ده تقنين. طيب ايه التصالح؟ تصحيح وضع خاطئ الى المسار الصحيح. مش هو ده المسمى للتصالح والتقنين؟ تقنين انا في وضع غير قانوني وعايز اخليه وضع قانوني. التصالح انا احدثت شيء وعايز اصلحه، احدثت شيء غلط وعايز اصلحه، عايز اصلح عليه، عملت مخالفة وعايز اصلح عليه، عملت حادثة موت واحد وعايز اصلح مع اهله. ده التصالح، مفهوم التصالح ومفهوم التقنين. ما انا عشان اشرح ده ايه وده ايه لازم اوضح مفهومهم. يبقى التقنين، انا بعيد تاني اهو، ان انا في وضع غير قانوني وعايز احوله الى الوضع القانوني. اما التصالح، احداث المخالفة وان انا ايه عايز اصطلح عليها، هو ده الوضع. عايز ارجع للمسار الصحيح بتاعي في التصالح. نبتدي تحديد النقاط الخلافية اللي بين الاتنين، اللي توضح ان التقنين شيء والتصالح شيء اخر، وان الخلط القانوني فيهم كارثة تؤدي الى عدم دستورية القانون بالمرة وتعدمه. التقنين هو ايه؟ لا يشترط في التقنين ان تكون هناك مخالفة لاتباعه. دي اول جزئية خطيرة. وانا رايح اقنن وضعي او احول وضعي من الوضع اللا قانون الى القانون، مش شرط يكون اتعمل لي محضر مخالفة. انا رايح من النفس عايز اصلح وضعي، مش شرط يتعمل لي محضر مخالفة. اما التصالح، لابد من تحرير محضر مخالفة، لان محضر مخالفة هو اللي بيحدد نوع المخالفة وحجمها ومكانها وتفاصيلها، وان هو مستند اساسي في ملف التصالح اللي انا هقدمه للوحدة المحلية وفق القانون 17 لسنة 2019. ده التقنين وده التصالح. جزئية مهمة تانية، تقنين غير محدد المدة ووفق القانون، وفق نصوص المواد في القانون 119 لسنة 2008، هو غير محدد المدة. ليه؟ لأن أنا عندي
اللي أنا في وضعي الغير قانوني موجود فيه بقالي السنين ومن زمان وعايز أحوله لوضع القانوني، أنا بروح بمحض اختياري وبإرادتي في الوقت المناسب ليا اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا وماديا وكل شيء، بروح عايز أغير وضعي إلى الوضع القانوني السليم، يبقى ملوش معاد قانوني. التصالح نص عليه القانون 17 لسنة 2019 معدل بواحد لعشرين عشرين بمواعيد محددة تنتهي في 30/9/2020. آخر تقديم لملفات التصالح 30/9/2020، يبقى في التقنين مفيش مواعيد له وفي التصالح له مواعيد. وليه؟ عشان كمان قبل قانون التصالح ما يصدر من زمان والتقنين بنعمله، ما كانش لا صدر قانون تصالح 17 ولا 21/2020 ولا كان في اي حاجه من الكلام ده ولا ما حضر مخالفات وكنا بنعمل تقنين. يبقى كده خلاف تاني اهو، خلاف مهم جدا وجوهري. ايه هو التقنين؟ هو تحديد وضع قانوني لطالب التقنين لعدم ثبوت موقفه. انا بقول بتكلم بقانون ونركز مع بعض في النقطة دي. انا في موقف غير قانوني وعايز اعدل موقفي ويبقى قانوني، عايز اقننه ويبقى قانوني. زي ايه؟ زي الوضع يد على قطعة ارض اصلاح زراعي بدون سند لا ملكية ولا اي حاجة وعايز يقنن وضعه ويبقى مالك لها، بيقدم طلب لهيئة الاصلاح الزراعي لشراء هذه القطعة وبيحددوا له سعرها وبيبيعها له على اقساط. زي اللي بيقنن وضعه نفس الحكاية، وضع يده على قطعة املاك دولة وبيروح يشتريها من املاك الدولة عشان يقنن وضعه عليها. ادي تقنين، ان انا في وضع قانوني وعايز يبقى قانوني، هو ده التقنين. انما التصالح، تصالح معني بالمخالفات، لازم يكون عندي مخالفة، مال انا رايح اصطلح على ايه؟ ولازم يكون عندي مخالفة، يعني لازم يكون عندي محضر مخالفة ثابت فيه المخالفة ونوعها ومكانها وحجمها وكل شيء عشان يتطبق عليها القانون ويتطبق عليها جدول رسوم الجدية عشان اشوف موقعي فين من رسوم الجدية وهدفع قد ايه. يبقى لازم يكون في محضر في التصالح، انما التقنين انا رايح اغير وضعي القانوني لوحدي من غير ما حد يعمل فيها حاجه. نخش على فرق تاني مهم. التقنين له ملف ومستندات ليس من بينها محضر مخالفه او عقد ملكيه. دي جزئيه في منتهى الخطوره. تقنين، انا بقدم ملف ليس من بين مستندات ومحضر مخالفة او عقد ملكية. ليه؟ لان انا اصلا رايح فاقد لهذه المستندات، مش موجودة معايا ولا حصلت معايا، وانا رايح اقنن وضع عشان استخرجها من الجهة اللي رايح اقنن وضع فيه، رايح استخرج من عندها سند الملكية. يبقى ده التقنين، ان انا ما عنديش لا محضر مخالفة ولا سند ملكية. انما التصالح، لابد ان اكون مالك للعقار اللي تمت فيه المخالفة وبقدم عقد الملكية مستند، ولازم يكون عندي مخالفة وبقدم محضر المخالفة مستند. شوف الخلاف الجوهري، التقنين ليس من بين مستنداته محضر مخالفة او عقد ملكية، انما التصالح لابد من محضر المخالفة وسند الملكية. العكس بالعكس، يبقى ازاي يتجمعوا الاتنين يبقوا مرادف واحد في القانون؟ انا مش عارف. فرق خطير تاني، التقنين يحدد رسومه او المقابل عنه وفقا لقيمة الشيء المطالب بتقنين الوضع عليه، مثل شراء الاصلاح الارض من الاصلاح الزراعي او ارض من املاك الدولة. يعني انا بروح عايز اقنن وضعي زي ما قلت، بيقوم يعملوا معاينة على العقار اللي انا قد عدي عليه، اللي عايز اعمل تقنين وضع عليه
بيقوم يعملوا لي المخالفه، يعملوا لي الجهه المختصه، يعملوا لي معاينه عليه، سواء كان الاصلاح الزراعي او املاك الدوله، يقوم يعمل لي عليه معاينه عشان يحدد لي الارض مساحتها قد ايه وقيمتها الماديه قد ايه، عشان يحدد لي الثمن اللي هدفعه لشراء هذه الارض لتقنين وضعي عليها، دقه التقنين. يعني الرسوم بتتحدد بعد انتقال لجنه للمعاينه لمعاينه الارض وتحديد ثمنها، دي الرسوم. انما التصالح بيتم عن مخالفه قائمه فعلا ارتكبها طالب التصالح، ولابد ان يكون معاه المستندات اللازمه. ده مش كده بقى، ده احنا قلنا بقى في التقنين ايه، ان ما بتتحددش الرسوم الا لما تتعمل معاينه الاول عشان يحددوا قيمه الشيء اللي بقى وضع عليه. لا، ده في التصالح الرسوم محدده مسبقا قبل المعاينه وقبل اي حاجه، الرسوم محدده مسبقا، بدفع رسم تقديم الملف، غير كده بدفع 25% رسم جدية حسب الجدول المعروض من رئيس الوزراء اللي اتنشر اعلاميا، اللي بيحدد قيمة المخالفة في المدينة عنها في القرى وفق احداثيات القانون 17 لسنة 2019 المعدل بواحد لعشرين عشرين. ادي التقنين وادي التصالح. طب احنا هنخش الجزئية مهمة جدا وخطيرة. التقنين علاقة قانونية تعاقدية اتفاقية ارادية بين المواطن والدولة. شوفوا بقى العبارات الطويلة اللي بقولها دي، علاقة قانونية تعاقدية اتفاقية إرادية بين المواطن والدولة. يعني أنا رحت عشان أقنن وضعي وأحول وضعي من اللا قانون إلى القانون، رحت للدولة وعرضت إن أنا أشتري قطعة الأرض وأقنن وضع يدي عليها إن أنا بسند قانون وبشتري، تمام، اتفقنا، تحرر بينا عقد بإرادة صريحة منفردة مني، وكذلك بإرادة صريحة من الهيئة والجهة اللي أنا رايح اشتري من، يبقى عقد ارادي اتفاقي قانوني بين المواطن والدولة، ده التقنين. طب التصالح بقى، التصالح هو تنفيذ قرارات آمرة للمواطن جبرا عنه اذا لم يرغب باختياره بامر كن او لا تكون، اما التصالح او الازالة. هو ده التصالح. التقنين لا فيه إزالة ولا فيه جبر، أنت رايح باختيارك وبمزاجك تعمل عقد مع الجهة المختصة وتقنن وضعك. أما التصالح أنت رايح والسكين على رقبتك، يا تروح تصطلح وتقدم ملف يا يتزال العقار. يبقى إيه اللي يجمع الاتنين يبقوا مرادف واحد والمعنى متناقض؟ أظن أنا كده أكون وضحت الفرق بين التقنين والتصالح، ولا يجوز ولا ويستحيل الجمع بينهما في عبارة واحدة كمرادف كل منهما للآخر، لأن التقنين له مقصد وله معنى ومفهوم، والتصالح له مقصد وله معنى ومفهوم، ولا يمكن أن يجتمعان في عبارة واحدة كما جمعهما القانون 17 لسنة 2019 المعدل بواحد لعشرين عشرين. من هنا أقول أعزائي وبكل حق أن القانون 17 لسنة 2019 وتعديله 1 لسنة 2020 يجهلان تماما ذلك الفرق بين التقنين والتصالح، وقد أحدث خلطا بين الصفتين، يعتبر خلطا فاضحا لا يصح أن يصدر فيه قانون صادر من البرلمان. أنا وضحت الفرق بين ده وبين ده، وهي دي وجهة نظري حسب الدراسات القانونية، وأتمنى أن أنا أكون وضحتها ليفهم المواطن العادي قبل المحامي. وإلى اللقاء في حلقة أخرى أعزائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.